فبالي يوم الأسرة الذي تقيمه مدرستنا للسنة الثانية على التوالي، ونأمل أن يكون احتفالاً سنوياً نقيمه كل عام. إقامة كرنفالي كهذا هو مشروع ضخم جداً يحتاج إلى تخطيط، برمجة، تنفيذ وتقييم بمستوى عال جداً، ويحتاج أيضاً إلى مشاركة فعالة بين جميع الأطراف. وهنا وباسمكم جميعا طلاب، أهالي، مجلس محلي، مؤسسات، وزارة المعارف، اسمحوا لي جميعا أن أشكر طاقم المعلمين الأكفاء فردا فردا على التعاون بينهم. أشكرهم على مجهودهم لإنجاح كل فعاليات المدرسة وبالذات هذا الكرنفال. اسمحوا لي أيضا أن أخص بالذكر الأستاذ معاذ نصر الدين الذي كان المنسق بين جميع الأطراف. أريد أن أشكر شخصا له فضل كبير على هذا الكرنفال هذه السنة، وهو الأخ إميل حمادي، على التعاون الكبير بيننا وبين المركز الجماهيري، فقد كان لهم القصد الكبير في إنجاح هذا الكرنفال. رؤيتنا التربوية في المدرسة هي التميز نهج حياتنا، وهذه السنة كما كل سنة نحصد فيها إنجازات رائعة كثيرة لن أذكرها لكم هنا، ولكنكم ستقرؤون عنها في نشرة ستوزع على حضراتكم بانتهاء مهرجان الرقص، لتكونوا على علم بفعاليات ونشاطات المدرسة وبإنجازاتها الرائعة. فأهدافنا عالية، إنجازاتنا رائعة، ونجاحاتنا كثيرة، وكل ذلك بفضل الأهالي والتعاون بيننا. ولا بد من كلمة شكر توجه للجنة الأهالي ورئيسها السيد إبراهيم حلبي على دعمهم ومساندتهم لنا خلال السنة ولجميع الفعاليات. أعزائي، أتمنى أن يعجبكم هذا العرض الثقافي التربوي وأن تكون سهرتكم ممتعة. أهلا بكم جميعا، وأهلا بجميع ضيوفنا الذين أتوا إلينا من بلاد بعيدة ليعرضوا علينا عرضا شيقا هذه الليلة. أريد باسمكم أن أدعو رئيس المجلس المحلي السيد أبو يوسف رفيق حلبي ليبارك هذا الكرنفال. أريد أن أختصر قائلاً أولاً أن هذا العام هو عام الثقافة، ولقد كرسنا جهوداً كبيرة لإطلاق الطلاب والأهالي في مشاريع ثقافية كبيرة وكثيرة. قبل عدة أيام كان الاحتفال بالشاعر الكبير شاعر العروبة سميح القاسم في هذا المكان بالضبط، ونحن نعتز ونفخر بهذا الاحتفاء وبهذا اللقاء. العام القادم سنعلن عليه بعد عدة أشهر كعام مميز، ولن نكشف الآن عن الأمور التي سنخصصها في العام القادم، ولكن أريد أن أشكر أولاً طاقم التعليم، طاقم التدريس، لجنة الأهالي ومديرة المدرسة والطلاب على الإنجازات الهائلة الكبيرة التي تحدث في الآونة الأخيرة وقبل ذلك أيضاً في المدارس. شكراً لكم. أريد أن أشكر أيضاً فرقة الدبكة من الجولان الأشق الصامت، الجولان البطل، وإلى الإخوان من دير الأسد، أهلا وسهلا بكم، وإلى فرقة دالية الكرمل، ولن أنسى فرقة الدبكة التابعة للمدرسة. أنا بدون شك راح استمتع على جيد اسمع أغاني وطرب ودبكة لم أطيع عليكم الحديث. مبروك إلكم كل إنجازاتكم، وإن شاء الله السنة القادمة تكون أكثر وأكثر. على شيء واحد
لأن العمل التربوي لا ينتهي بين جدران المدرسة، إنما له الصدى الكبير والذي يمكن أن يأخذ بعداً جيداً ما بين وبعد المدرسة. فأخت ريما، أعتقد أن هذا اليوم هو نتاج جيد جداً لما تقوم به المدرسة، فأبارك هذا الحفل، وإن شاء الله دائماً تكونون على هذا الكم الوافي من الأهالي، لأنه إن دل ذلك يدل على رضا الأهالي عن المدرسة. والله يعطيكم العافية، وإن شاء الله أتمنى كرنفالية وكل عام وأنتم. مديرة المدرسة الأخت ريما على العطاء وعلى فتح المجال أمام لجنة الأهالي وكل الأهالي بشكل عام للتعاون والمشاركة. أنا بتمنى إنه كل أيام السنة نشوفكم، مش بس في نهاية السنة. ولأطفالنا ولأولادنا الحلوين بتمنى لكم سنة مميزة، بس احنا قادمين على فترة امتحانات، يعني السنة صارت في آخرها. وأهلا وسهلا فيكم، بتمنى إنه تستمتعوا معنا.